النائب المقر محمد البابانا، عندك 4 دقائق قبيل كل دقائق القبط قبطهم كرئيس اللجنة. النظام الداخلي يسمح لي بما يحدد الوقت. على كل حال شكرا سيد الرئيس، انا كاع ماني لا نطول. يا غير لا نلفت انتباه لاخوته، اولا موضوع القانون هو ملاحظتي الاولى. اعلن هذا القانون ولا مشروع القانون اللي بين يدينا. على كل حال ما في قانون قاعد قد مده تعود متوافقه له مطلقا 100%، والله مبرراتها الواحد كامله به للقانون تحكمه السياسه. السياسه مواقف. وعادي الى عاد حد عنده موقف من قانون سلبي والله ايجابي. معناته على انه ما هو مساله مثلا فيها تجر للقانون على انه خارج عن سياق والله على انه ليخرص كانوا متوافق مع الدستور. ذيك احنا ما هي مهمتنا الاساسيه، ذيك مهمه المجلس الدستوري والقانون مازال لا يقيس، وهذا قانون نظامي اجباريا يخضع عليه. وعلى كل حال احنا بعد ما يرثنا نظفر الدستور الين يعود ظاهرنا في نقاشاتنا وفي المعايير اللي عندنا القانونيه على انه فم شيء مخالف النص الدستوري واضح ما يلطرنا لدفروه، وظاهر لنا على ان خرصنا ياك في اللجنه، ولا ظهر لنا على ان فم دفر للدستور، فم وجهات نظر، وكل وجهه نظر تحاول على ان تعتمد على تفسير معين، واحنا اعتمدنا تفسير على ان التعديل الدستوري الاخير اللي خلق احالنا على ان سيصدر لاحقا بنص العباره قانون نظامي يعيد الوضعيه العاديه للمؤسسات الدستوريه في البلد من خلال قانون نظامي، وهذا هو القانون النظامي اللي بين يدينا. وبالتالي المسألة ما تتحمل قاعدة كامل من النقاش ومن مثلا الحدة في كونها دستورية ولا ما هي دستورية. المسألة الأخرى أعلن اللجنة مولي، وقلتها قبيل ما هو من باب الموضوعية. احنا هون القانون نعدلوه السادة النواب، يا الله نعود نعدلوه زملائي نعرفون ان احنا هم اللي نعدلوه. وهي لا يجد علينا لا يعدنا وقت تعدالنا للقانون نشاركوا في تعدال القانون. احنا نعود لجنه لها 15 يوم عندها مشروع قانون فيها 3 مواد وجمعت عده مرات وطلبت عده مرات من جميع اعضاء اللجنه اللي منهم عنده مقترح والله وجهه نظر والله تفكير انه يكتبوا في طاقه بيضاء ويجيبوا لها ما يكلفوا ما هو واهر اللي اعلن لين تمضيك 15 يوم ما توصلت اللجنه بتفكير موضوعي مسود على ورقه معناه ما هم حد هم يصنع القانون من خلال وجهه نظره هو على الاقل احنا الاخرين وجهه نظرنا ذي قلنا ان ذهي وذهي بين يدينا، حد قبيل عنده وجهه نظر اخرى يجيبها مكتوبه ويطرحها الين تتعامل معاه اللجنه بعدم قانونيه عنده الحق يقول اللجنه ما قبلت، الين تتعامل معاه القاعه هون بعدم قانونيه عنده الحق. وعلى كل حال الله يعلم هذا هو اللي خلق، وبالتالي ما نحملوا روسنا اكثر مما يحتمل هذا النقاش. السيد الرئيس لا يستغل الفرصه ليطرح بعض الملاحظات على معالي وزير الداخليه المحترم في إطار عمل هذا القطاع المهم وياك علينا نجبر عنها، وفي شكل توصيات أقرب هي التوصيات من هي الأسئلة. أولا معالي الوزير موضوع لا مركزية، لا مركزية إحنا هو ننظر لها بعلنها لين تعود لا مركزية إدارية ما هي مصحوبة بلا مركزية اقتصادية الغاية والهدف عند المواطن الموريتاني ما تحققت. الإخوة هون دائما يطرحوا قضية التقطيع الإداري ومحقين فيه به لله يقرب الإدارة من المواطن وقرب الخدمة من المواطن، يا غير اللي قرب الخدمة من المواطن ما هو وجود الحكام ولا الولات ولا الوحدات الإدارية، اللي قرب الخدمة من المواطن هو وجود نشاط اقتصادي والله صلاحيات اقتصادية عند الولات وعند الحكام وعند الأجهزة الإدارية. ولين تعود ما هي موجودة تعدد الوحدات الإدارية قد يحل بعض المشاكل وقد يعرقل بعض المشاكل، يا غير قاع ما هو بعد لا يحل ذاك اللي دور المواطنين به اللي اليوم هذا بلد مترامي الأطراف، وإحنا نحاول على المواطنين يقعدوا في بلاداتهم ونحاول على نستفادوا من الزراعة ونستفادوا من تعمير الداخل بأي منطق نقدر نستفادوا منه تعود ولاية كاملة ميزانيتها وقدراتها الاقتصادية ما تقد تحول دائما كراه من بلد لبلد. مثال راني ماني مفصل المثال بهذه المشكلة انحلت يا غير بعد قايل اعلنها لا مثال وتوف معالي الوزير إلين تعود الولاية ما عندها آلات ولا عندها قدرات تسمح لها بأنها تحل محل بعض القطاعات المركزية في نواكشوط في تنفيذ الخدمة والله حل المشاكل ما تقدر تفتح طريق مثلا ما عندهم الآليات قدر إلى أن قلقت الطريق على مدى الصبح في بليدة في العصابة والله في الحوض والله والله من أي الأجهزة اللي عند الولايات قد تقبل القرار يقبل الوالي القرار ذاك الوقت فعلا هذه المشكلة تنحل ما تلحق إلى ولا تتعقد لابد من ياسر من التعقيدات وبالتالي مطالبينكم
ونطالب منكم بشكل ملح بعلن الحكومة تفكر فعلاً تعدل لا مركزية اقتصادية. وحبذا كاع لو وصلنا لمرحلة المجالس الأقاليم إن أمكن به اللي دور لا تعطي فرصة لممارسة ياسر من الصلاحيات والسلطات المحلية تحل ياسر من المشاكل كاع الأخرى المطروحة على مستوى الوحدة الوطنية وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى ياسر من المشاكل المطروحة البلد. وبالتالي موصي أعلنكم إلى عاد عندكم مخطط فات عاد جاهز ولا قريب من ذاك نختاركم تعطونا عنه معلومات، وإلى عاد ما فات ذيك الأمور تقدمت طالبين منكم تقبلوها بعين الاعتبار. مع الوزير الملاحظة الثانية تتعلق بتطبيق القانون. يا لطعول الثانية والأخيرة. الأخيرة إن شاء الله. تعلق مع الوزير بتطبيق القانون، تطبيق القانون هون خارج الممارسات معالي الوزير عندها علاقة بالأمن، أمن الأفراد وأمن المجتمع في داخل نواكشوط وهو استلم البلدات. القانون يحرم مثلا القمار، والقانون يحرم شرب الخمر، والقانون يحرم ياسر من ممارسة أمور اللي ما هي صالحة للمجتمع. نختار أجهزتكم معالي الوزير تعود سهران على تطبيق القانون في هذا المجال. هذه البلاد وخاصة نواكشوط هذا متفشي فيه شمن ممارسة الغمار ودور الغمار والخلق اللي للأسف مسؤولين، وهذا قالوا بالمناسبة نعرف على أنه ما هو مسؤولية حد ولا هو مسؤولية قطاع يا غير. إحنا هون يعلتنا كل ما رأينا مناسبة لعلنا إذا قدينا نوجه المجتمع من ناحية نوجه، وإذا قدينا ما اللي نطرحه طلبات عليكم أنتم كحكومة من ناحية أخرى نطرحوها. طالبين من أعلن هذا الخلق اللي بلاه الله تبارك وتعالى بهذه الممارسات ما هي قانونية ولا هي شرعية ولا هي أخلاقية وتجر ياسر من المشاكل على المجتمع، إلى عاد ما هو قاعد يوفى منها طالبين من سلطات الدولة أنها تقف بحزم أمام هذه الظواهر اللي شوف تخسر تدمر البيوت من الناحية الاقتصادية وتجبر الناس ينجروا في المحاكم على سبت أعلن الواحد راهن داره في القمار، وتجبر واحد عنده مشاكل أخرى على سبت أعلن دافع أمواله وممتلكاته في القمار. هذه أمور محرمة القانون، وطالبينكم كعالي الوزير وموجهين للمجتمع ولذوك للأسف راهم فيها مسؤولين وفيها ناس على المستوى بالمعنى المجتمعي قد يعود معهم بالمعنى الوظيفي يا غير بالمعنى المجتمعي للأسف. هاي ظاهرة منتشرة ومطالبين منكم. شكرا لكم. تحاولوا من خلال مختلف أجهزتكم تحدوا منها ومخصرة الاقتصاد يسوى منها ياكل اللي داخلي ويسوى منها ياكل اللي خارجي. شكرا سيدي. في حالة هجرة شور الخارج سيد الرئيس دمر الاقتصاد من ناحية أخرى. شكرا سيد الرئيس.